شو وضع الحب في حياتك؟ هل أنت متزوج؟ هل تحب؟ لا أنا مش متزوج ولا ما عندي. هل حبيت قبل؟ حب حب ولا مرة في حياتك؟ مستحيل والله. حب حقيقي؟ حب حقيقي نوع. أوكي، علاقات بسيطة؟ علاقة بس مش حب نوع. حب إنه خلاص يعني واللي أميرة القدوم. كاش. اوكي، وتفكر تتزوج في المستقبل؟ اوف كورس. تحب فكرة الزواج والأولاد؟ معلوم معلوم. وتحب الأولاد والأطفال؟ يا اوف كورس. نايس. وحين أنت الحين 34؟ يس. يعني الحين عمر خلصنا نتزوج دوكا لازم. الحين أمك وأبوك بيتصلوا، يلا يلا يا رؤوف. حان وقت الزواج. حان وقت الزواج. خلي يتعلم من الشباب اللي عندنا اللي متطلقين 4 مرات من زوجها. كان عندي ضيف متطلق 4 مرات، أقول له انت كم تتزوج وتتطلق؟ بعدين يوم خرجنا قلت له، وعنده اطفال؟ عنده اطفال. اوكي. قلت له كابتن بتتزوج بعد مره؟ قال ايوه. قلت له ما شاء الله. قال لا الموسم جاي. افري سيزون. قلت له اوكي. كل الناس تتزوج.